مساء الخير، ماذا في عناوين نشرة اليوم؟ ماذا بعد فشل البيان الوزاري؟ تقدم للنظام في يبرود وصواريخ على بريطانيا. مغامرة بوتين في بلاد القرب. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وريمي درباس. مساء الخير. السجال اللبناني في ظل 18 أذار يتفوق على نفسه منذ تأليف الحكومة، ففي البداية شغلنا بثنائية إعلان بعبدة والمقاومة، ثم انتقلنا إلى ثنائية الذهب والخشب، وها نحن بعد تعثر صياغة البيان الوزاري على خلفية سجال بين رئيس الجمهورية وحزب الله، ننتقل إلى ثنائية ثالثة، الإسقاط والحث. فهل تسقط الحكومة حكما بعد مرور شهر على تأليفها إن لم تنجز البيان الوزاري؟ أم أن مهلة الشهر وضعت في الدستور من أجل الحث على الإسراع في إنجاز البيان فقط لا غير؟ هذا هو السؤال الدستوري الذي سيخيم على الحياة السياسية في الأسبوعين المقبلين. وفي الانتظار إليكم عينة مما يجري. سجناء في الإب يهددون بشنق أنفسهم كي لا ينقلوا إلى سجن رومي الذي باتت شهرته تسبقه. إلقاء القبض على المتهم بخطف القاصر ليندا عطية، لكن مكانها لا يزال مجهولا. الاعتداء على كاهن كاد يشعل حربا بين قريتين. حزب الله وقوات النظام السوري يتقدمان في يبرود وصواريخ تسقط على بريتال، مما أوقع 4 جرحى. وفي هذه الأثناء تدعونا صحيفة السفير في عيدها 40 إلى كتابة ما نحلم به للأربعين سنة المقبلة. فأغمضوا أعينكم أيها اللبنانيون واقبضوا على أحلامكم. إذن عاصفة سجال بين رئيس الجمهورية وحزب الله على خلفية المعادلات الذهبية والخشبية أرخت بثقلها على مناقشات لجنة صياغة البيان الوزاري التي استأنفت اجتماعاتها للمرة 8 في السراي الحكومي. ومن هناك تنضم إلينا الزميلة هدى شديد. هدى، مساء الخير. يعني هل من بوادر خير في هذا الاجتماع لهذا اليوم؟ لا بوادر خير حتى الآن، وكل ما علمنا أن هناك جمودا يسيطر على نقاشات اللجنة الوزارية المنعقدة منذ بعيد 6:30 في السراي في اجتماعها 8. وفق المعلومات أن الموقفين، موقف 14 أذار على حاله وموقف حزب الله و8 أذار على حاله لجهة عبارة المقاومة وإعلان بعبدة، والسجال الذي ساد في الأيام الأخيرة على خلفية موقف رئيس الجمهورية ورد حزب الله يسيطر على هذه المناقشات وفق المعلومات. وفي معلومات خاصة بالLBCI أن حزب الله متمسك اليوم وغدا أكثر من أي وقت مضى بعبارة المقاومة، وأي طريق إلى البيان الوزاري لا يرد فيها عبارة أو مبدأ المقاومة هو طريق مقفل. الوزير محمد فنيش ولدى وصوله إلى السراي قال إن سجال الدائر في الخارج لن يؤثر على نقاشات اللجنة الوزارية، وردا على سؤال اعتبر أن حزب الله ليس وحده من يقرر إذا كان هناك بيان وزاري أم لا. الوزير نهاد المشنوق بدأ إيجابيا وقال إن لا خيار أمامنا سوى التوافق، ولابد من وجود أفق للتفاهم، وسنستمر بالمحاولة حتى آخر دقيقة. أما الوزير وائل أبو فعور الذي كان ناشطا على خط التفاوض وعلى خط تهدئة السجال، اعتبر أنه عبثا نحاول إذا لم يكن هناك قرار سياسي. نعم، وقال فينا نحن نصيح ولكن ما فينا نطلع الضوء. نعم. رئيس الحكومة كان التقى رئيس الجمهورية. نعم. ويبدو أن هناك اتجاه إلى إرجاء اجتماع اللجنة 2 أو 3 أيام، ربما إلى الخميس أو يوم الجمعة المقبل.